السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتنا على اليوتيوب. النهاردة الحلقة مختلفة تماما، مش حلقة تكنولوجية، الحلقة بتتكلم في معاناتي في إنزال الوزن الخاص بي. تمام، النهاردة هنجرب منتج جديد جربته وجبته من الصيدلية اسمه سنيلو. تمام، ده دواء بترخيص من وزارة الصحة. تمام، وهو 45 جنيه. تمام، 60 جرام وزن العبوة مع ترخيص. الدواء سعره 45 جنيه. تمام، الدواء ده فايدته ان هو عبارة عن اكياس. تمام، الاكياس دي احنا بنفضيها في كوباية مية. تمام، وبعدها بنضيف عليها ميه وبنقلبها بسرعه. تمام، بحيث ما تج... لا يتم وقت التقليب لمثلا لثانيتين او ثلاثه وتتشرب بسرعه. تمام، ده عباره عن نبات يعني مكون اسمه البيسيليوم. تمام، او حاجات فايبر. تمام، المنتج طبيعي جدا. تمام، المنتج ده بيملى بطنك شويه، بتاخده قبل الاكل مباشرة في الفطار والغداء. لما بيملى بطنك كمية اكلك بتقل. تمام، وفي نفس الوقت الجسم بيمتص العناصر الغذائية اللي محتاجها وبيطرد وما بياخدش اي عنصر غذائي زيادة عن اللي هو محتاجه. تمام، لما تاخده على الفطار والغداء هيحقق لك نقص من 2 كيلو تمام ل 3 كيلو في اول اسبوع. تمام، وبعد كده كيلو كل اسبوع. تمام، وانا جربته فعلا وخسستني في اول اسبوع 3 كيلو. تمام، وبنصح الجميع بتجربته، والمنتج طبيعي جدا وعليه اورانج فليفر، نكهة برتقال جميل جدا، وبنصح بيه اي حد عاوز يقلل وزنه. تمام، دي نهاية حلقتنا النهاردة، وأشوفكم في فيديو تاني عن الدايت والرجيم والجيم والحاجات دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.